الخير ومساء الانوار، نمسي عليكم في حلقه جديده من رايكم شباب. مساكم فن وفناتق، اليوم حلقتنا الثلاثه في رايكم شباب فنيه بحته. مساكم الله بالخير وتحيه لكل مشاهدي تلفزيون الراي وبرنامج رايكم شباب. اليوم حلقتنا بتكون كلها نور ان شاء الله واضاءه واشياء وايد حلوه، فعشان كذي تواصلوا معنا من الساعه 6 للساعه 7 مثل ما تعودتوا على هذا الموعد. حلقتنا وايد حلوه وقوية، فشوفوها. أكيد فقراتنا متنوعة لليوم، راح ننطلق أكيد عندنا معرض شبابي فني بحت في فاجلري، راح نتعرف عليه أكيد بعد شوي. نجمة ساهر الليل نور راح تكون معنا لأول مرة على الهواء مباشرة في لقاء تلفزيوني لها، راح تتكلم عن الكثير من الأمور الخاصة بعمل ساهر الليل، شلون دخلت إلى هذا المسلسل والكثير من الأحاديث الفنية، فتقدرون تتواصلون معها وتقولون كل اللي تبونه، كل معجبينها ومعجباتها هي في انتظاركم إن شاء الله بعد قليل. أكيد كل حب يتواصل معنا ومع نجمتنا نجمة ساهر الليل نور، تقدرون تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا في الفيسبوك facebook.com رايكم، وأيضا من خلال صفحتنا في التويتر @رايكم_إس، ومن خلال صفحتنا في الانستغرام @رايكم_إس. والأرقام تمر جدامكم على شاشة، ما عليكم إلا إرسال ب3 بالعربي أور ب3 بالإنجليش على 1410 وطنية 9385 زين 55623 فيفا. طبعا نور ما شاء الله صار لها قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال مسلسل ساهر الليل، أبدعت من خلال الدور اللي قدمته، دور والدة الشهيدة في العمل طبعا، هاي عبد السلام أم فيصل. فراح نتكلم اليوم عن وايد أشياء صح، وفي تقرير وايد حلو. أمس فاطمة كانت موجودة في فاجاليري. حلو، وانت شنو؟ انا وايد متحمسه للانترفيو مع الفنانه نور، لانه بصراحه خاصه انه هو اول لقاء لها تلفزيوني، فهذا شرف لي بصراحه ان اقابل مثل هذه الفنانه اللي ابدعت في ادوارها، اللي يعني يمكن عمرها الفني قصير لكن عطائها جدا كبير. صحيح، راح نشوف نور بعد شوي، بس فاطمه امس كانت موجوده في فاجاليري، هذا اللي انا اشوفه بصراحه صرح كويتي رائع يضم الكثير او يحتضن الكثير من المواهب الشبابيه. شنو امس صار فاجاليري؟ خشوفها من خلال هذا التقرير. اليوم أنا وكاميرا رايكم شباب راح ناخذكم في جولة في فاجاليري في معرض قدرات بلا حدود. هذا المعرض معرض فني شبابي بحت، تعال معي خلينا نشوف التفاصيل. لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، ثلاث لوحات مستحيل تشتريهم كل واحدة بروح، لازم تشترون الثلاث لوحات مع بعض. هذه اللوحات الإبداعية اللي فيها كثير من المعاني تحت إشراف ورسم الفنانة الشابة إيمان جمال. نتكلم أكثر عن معرض قدرات بلا حدود مع مديرة العلاقات العامة نوف العماري. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. بصراحة يعطيكم العافية على المعرض اللي دائما يهتم في الشباب، وخاصة الشباب اللي عندهم مواهب فنية. نوف عطينا فكرة أكثر عن المعرض. طبعا مساكم الله بالخير، ويا هلا ويا مرحبا فيكم معانا ضيوفنا قناة الراي الدائمين في FA Gallery أو FA Gallery. طبعا المعرض هذا احنا اخترناه كافتتاحية نبدأ فيها موسمنا بالفا جاليري، فموسم الفا جاليري يبدأ دائما في شهر اكتوبر، لان الافتتاح تم في 10/10/2010، فدائما بدايتنا تكون في شهر اكتوبر. نعم، شهر الخير بالنسبة لفا جاليري. اي نعم، فاخترنا ان تكون البداية مع معرض شبابي، ومثل ما ان اعزائنا المشاهدين شافوا وبيشوفون بحضورهم أو من خلال شاشة قناة الراي
إن أغلب الفنانين والفنانات الموجودين هني فنانين ممكن أسميهم الفنانين المبدعين المغمورين. حلو. لأن ما حد يدري عنهم. نعم. مواهبهم حبيسة لعقولهم وحبيسة لغرفهم. نعم. أو مراسمهم الخاصة. نعم. فأحنا أخذنا هذه الخطوة بأن تكون الافتتاحية لموسم فا جاليري لهذا العام من خلال هذا النوع من الفن. نوف، ايش معنى سلطة الضوء على الفنانين الشباب بس؟ طبعاً احنا في FA جاليري على طول الموسم طوال العام عندنا تسليط الضوء أو نقطة الضوء على مختلف الفنانين. حلو. سواء المحليين أو على مستوى دولي خلينا نقول أو شرق أوسطي. لكن عندنا الشباب الكويتي له نكهة خاصة. نعم. سواء بحضوره كجمهور وتذوقه للفن. وإحنا مثل ما أنت شايفة في الوضع في الفترة الأخيرة الكل متوجه حق السياسة. صح. فمع السياسة نفتقد الروح الفنية. نعم. نفتقد الإحساس، الطابع الفني، الجمال. نعم. حتى الواحد شوي قلبه يكسر. إيه صح. فودنا شوي نرجع على قولتهم الكويت أيام الستينيات. نعم. أيام السبعينيات، أيام الفن الجميل، وشبابنا صراحة فيهم الخير والبركة مثل ما أنت شايفين. So much to be in love with your masterpiece. هذه اللوحة من اللوحات اللي عجبتني وايد وايد، لوحة أم كلثوم. راح تكلمنا عن اللوحة هذه بتفاصيلها والماتيريال اللي استخدمتها علشان تطلع هذه اللوحة مع الفنانة المبدعة الشابة بشاير الشمري. يعطيك العافية بشاير. اللوحة وايد وايد حلوة، يا ريت تقولين حق اللي قاعد يتابعونا في رايكم شباب عن قصة هذه اللوحة، لوحة أم كلثوم، وخاصة الماتيريال المستخدمة في رسم هذه اللوحة. أنا جرافيك ديزاينر مهتمة بتصميم البيكسل آرت اللي هو عبارة عن رسم شكل تقريبا باستخدام مربعات نفس الحجم، غالبا يكون باستخدام الكمبيوتر. سو حبيت أن أسوي بإيدي بس بطريقة نستخدم ماتيريال فيها إعادة تصنيع. نشجع الناس على أنهم يعيدون تصنيع واهتمام في الموضوع. صح. فاخترت كرتون البيض مثل ما أنت شايفة. واو، يعني من كرتون البيض طلعت لوحة حق أم كلثوم بهذا الإبداع. صراحة فكرة وايد إبداعية، يعني هذا الإبداع أن تطلعين شيء تخلقين شيء مو موجود ما حد يتوقعه. تسلمين، ما قصرت. وشلون طلعت بعد الفكرة معك؟ كان في قبلها لوحات ثانية. نعم. طبعاً بداية بلشت سكاتش رسم باليد. حلو. بعدين بدأت بالرسم سكاتش يعني على طول على الكراتين. حلو. وناس حبوا الفكرة أنها غريبة وجديدة. صح. بشاير، هل راح تكملين في عرض لوحاتك في المعارض اللي تستقطب القدرات والمواهب الشبابية؟ أكيد إن شاء الله، وأشكر أكيد فا جاليري وكل المسؤولين هنا اللي أعطونا فرصة وايد مهمة لنا إحنا كشباب إننا نبرز مواهبنا. وإحنا تونا بداية الطريق، فشكرا لهم. معنا الحين شخص مبدع في مجال عمله ويعشق الفن ومتذوق جدا 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 وجيد للفن، وهو صالح. اهلا. مساء الخير صالح. مساء النور. يعني دائما الحين كنت في الاستديو اليوم انا ضحكت عليك، كاي معرض. ايه. قدرات بلا حدود. صح. شايف المعرض. شوف، انا وشي دنيت ان انت هني. ايه. عشان كذي جيت. سواء رقم واحد رقم اثنين، انا وايد احب فا جاليري. هو كمكان فا جاليري انا احبه لان هم دائما يسوون ايفنتات معارض وساعات يعرضون لوحات وملابس واشياء وايد. فحسيت نفسي فاضي، خلصت رايكم شباب، كان اقول خليني عشان اطلع مع فاطمه بالتقرير. والله منور الصراحه، التقرير سلمت. بوجودك وجودي بعد. بعد شبدي انا اشهد، وعجبتني وايد القنفه هذه. اي انا كنت اسالك ناخذها رايكم شباب. اي لازم، ايش رايكم؟ لازم نستشير فيه، قاعد تابعونا انا وصالح ترى مخططين. إيه. ناخذها، ما نبوقها، ناخذها. اي لازم نكلم نوفل عماري نستاذن. إيه. منها اكيد عشان ناخذ القنفه. غير الصوفه هذه اللي عجبتك صالح، شو من اللوحات اللي معروضه جذبتك حيل؟ طبعاً عرفت ان السفره هذه يمكن انت حتى عارفه ان حق طالبه كويتيه تدرس في امريكا. إيه؟ وان هي صنعت كل شيء جديد، الجرايد اللي داخل والبلاستيك هذا اعتقد اللي برا. إيه؟ عجبتني اللوحات الغريبه اللي موجوده، يعني هذه اللوحه، كل الاشياء اللي موجوده. انا احب فا جاليري، مكان مريح. إيه؟ يريح الاعصاب. صح. طبعا انا صدتك
من عند الباب وما شاء الله المعرض لكذا قسم صح. داخل نصعد فوق نشوف الملابس لازم نشوف الملابس فوق في باي جاليري. راح نكمل جولتنا انا وصالح في معرض خدعات بلا حدود. باي. يعطينا العافية أنا وصالح. عجبتك الصورة؟ وايد حلوة الصراحة. لحين ما دزتها. إيه ما هي توني يقول لك عجبتنا من شفتها. يعني يعطيهم العافية بصراحة فجاليري على تنظيم هذه المعارض الشبابية لتسلط الضوء على المواهب الشبابية الكويتية خاصة في عالم الفن. ننتقل الحين من الفن إلى الرياضة. تقريبا الساعة 7:30 راح تنطلق مباراة ما بين نادي الكويت وفريق نادي الكويت وفريق الاتفاق السعودي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. علشان كذي راح يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عمر الزام المنسق الإعلامي لفريق كرة القدم بنادي الكويت. حياك الله أستاذ عمر. الله يحييك، مساكم الله بالخير. في البداية أختي فاطمة وأخوي صالح الله يعطيكم العافية على البرنامج المميز، طلعتكم دائما وأبدا حلوة ومميزة لنا. يعطيك العافية. شنو استعداداتكم للمباراة اللي إن شاء الله تنطلق تقريبا بعد ساعة؟ والله الحمد لله رب العالمين. يمكن لو نتكلم عن استعدادات اللاعبين واستعدادات الفريق، يعني نشوف ان الحمد لله الفريق قاعد وتيرته تصعد في التدريبات وفي المباريات، ولله الحمد يعني في خلال يمكن 15 يوم ما خسرنا ولا مباراة اللي هو من بداية الموسم. قاعد نأدي يمكن في دور الأربعة تلاقينا مع الوحدات الأردني ذهابا وإيابا، فزنا عليه 3-0 وتأهلنا إلى دور نصف نهائي اللي هو احنا الحين فيه. واليوم طبعا ذهاب على ارضنا راح يكون مع الاتفاق السعودي، فريق لا يستهان فيه نهائيا. يعني صحيح. يعني معروفه الفرق السعوديه دائما يعني في قوتها وجمهورها اللي قويها. هذا بالنسبه لاستعدادات اللاعبين، وان شاء الله الحمد لله يعني ما في اي اصابات، وان شاء الله يعني نتمنى اليوم تكون الفوز من نصيبنا اساسنا بالاياب على السعوديه، يعني يكون حظوظنا يعني اميز واحسن ان شاء الله. اما بالاستعدادات يعني نشوف الاستعدادات الاعلاميه الحمد لله رب العالمين، المركز الاعلامي مو مقصر ويعني قايم على اكمل وجه دوره في التنظيم في الاعلان في تويتر في انستغرام. نعم. ان شاء الله نتمنى يعني يكون الجمهور شوي يتفاعل معنا اكثر، خاصه الحين يمكن باقي ساعه ونص على المباراه والجمهور يعني خلينا نقول عدده شوي خجول. صحيح. اي نعم. وخاصه يعني ودي اضيف شغله اخيره، يعني نادي الكويت يعني هذه اخر مباراه راح يلعب على ارضها، سواء فاز او خسر هذه اخر مباراه على ارضه وراح يمثل فيها دير يعني الكويت ان شاء الله. اتمنى يعني الجمهور شوي على الاقل يعني يكونوا متواجدين معنا، خاصه الدخول مجاني لجميع الجمهور، فنتمنى شوي يكون الجمهور موجود. وبالنهايه نادي الكويت ما يمثل نفسه، يمثل دوله الكويت ككل. أكيد. نتمنى شوي يكون تفاعل الجمهور معنا، خاصه الجمهور يعني ما يقصر دائما ما يقصر. توعد الجمهور بالفوز ولا ان شاء الله؟ باذن الله كلنا يعني كلنا ثقه في فريقنا، صدقني يعني فريقنا نثق فيه 100%، وان شاء الله باذن الله راح نفرحهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. واحنا نثق فيك ونثق في الفريق ونثق في الجمهور الكويتي وان شاء الله يتواجد. ثانك يو سو ماتش عمر الزامل المنسق الاعلامي لفريق كره القدم بنادي الكويت ببطوله كاس الاتحاد الآسيوي. قد لك وهي بالنهاية لعبة ورياضة. نعم. والرياضة أخلاق، وما شاء الله كلام المعجبين والمعجبات من خلال التويتر والفيسبوك راح نقولها. نعم. كلها إن شاء الله حق نور بعد شوي. أكيد ناطرين هذا الانترفيو على نار، الانترفيو مع نجمة ساهر الليل نور من بعد الفاصل. باك تستديو من خلال هذا التقرير المميز لنجمتنا وفنانتنا وأميرتنا اللي شرفتنا هنا، ما يحتاج أن نتكلم عنها أكثر لأن ما شاء الله الكلام اللي نقال في الريبورتاج كان يمكن قليل حتى في حقها. حياتي رامو عنا فنانتنا نجمة سهر الليل نور. الله يحييك ويحييكم كلكم والمشاهدين الكرام. حياك الله نور، في رايكم شباب صراحه احنا جدا سعيدين في هذا اللقاء والكل ناطره. يعني من امس حطيت في الانستغرام والمسجات جت من كثير من معجبينك يوصلنا عليك، نقول لهم نور بعيوننا. في البدايه نور ما شاء الله يعني خلال شهر رمضان المبارك كنتي جدا مميزه في دور ام فيصل، فكلمينا عن هالدور، شلون يا الاتفاق عليه؟
الاتفاق على الدور يا من عن طريق الأستاذ محمد دحام. نعم. كنت قبله أنا داشة مسلسل فشاف لي مشاهد بشارع 90، فهو يعني حب إنه يقدمني بشخصية غادة. تكلم مع الأستاذ فهد العليوة، قعدت معهم، قرروا إن أنا أخذ هذه الشخصية، ومن هذا يعني من كلامهم اقتنعت شوي. أنا كنت خايفة طبعاً بس اقتنعت، ابتديت عاد أقرأ القصة وأقرأ الدور والحمد لله. لا الحمد لله النجاح كان واضح ما شاء الله من خلال هذا المسلسل الرائع سهر الليل وطن النهار، ونجاحه كان كبير، كان عليه ما شاء الله على إجماع من قبل الجمهور في حبهم لهذه الشخصية. طبعا ما شاء الله التعليقات في جروب رايكم شباب على الفيسبوك facebook.com/رايكم والتويتر @رايكم_s كثيرة لتنور، رح نقراها إن شاء الله من خلال الحلقة لأن عندنا التايم والوقت كله. أهم من الأسئلة، إحنا داشين حامي على طول في الأسئلة في الحوار، أهم الكل قال ما شاء الله أنك أتقنتي اللهجة العراقية بشكل راقي ومحبب، شلون قدرت إن أنت تتقنين الكلام أو اللهجة بهذه الطريقة البروفيشنال؟ هذه كانت استعنت بوحدة من صديقاتي، هي من الأصول العراقية من بغداد بالذات. نعم. وكان أستاذ فهد العليوة كان مدقق إن اللهجة تكون بغدادية. ما نعم. تكون أي لهجة ثانية. لأنه تفرق عندهم في العراق بالضبط. بين بغدادية أو من البصرة صح؟ أي بالضبط، لأن شوف في الأغاني مثلا ما فيها اللهجة البغدادية، فيها اللهجة الثانية. نعم. فكان يبي هو اللهجة البغدادية. فاستعنت بوحدة من صديقاتي وابتدت عادة تقول لي المصطلحات البسيطة اللي هي عندنا وايد عندهم هواية مثلا أو هذه المصطلحات البسيطة. وابتديت عاد أنا أعيد كتابة الحوار حلو بنفس اللهجة مع الحفظ الدقيق طبعا. نعم. والحمد لله الحمد لله، يعني خذ منك مجهود كبير، يعني عدتي صياغة الحوار وتتعلمين، وهذا الحلو ان الفنان او الفنانة تستعد وتهيئ نفسها وتجهز ادواتها كممثلة عشان تتقن هذا الدور. الحمد لله وصل لقلوب كل اللي قاعد تابعونه واتقنت اللهجة العراقية يعني وحبيناها منك بصراحة. يعني خلينا نتكلم عن توقعاتك، هل توقعتي ان الجمهور يحب هذا الاداء في دور ام فيصل؟ والله انا بالبدايه كنت خايفه. نعم. لان اول شيء انا اعتبر وجه جديد يعني صحيح. فسلاح ذو حدين، يا اما تنحبين يا اما الناس ترفضك، فكنت خايفه من هالشيء. بس اللي كان يشجعني كثر خوفي كان تفاؤل عند الاستاذ دحام انه لا هالدور راح يكون زين وإن شاء الله راح يكون نقطة انطلاق لك، فممكن هذا اللي خفف علي. بس بالبداية كنت طبعا خايفة وقلت لي كل مجتهد النصيب، وإذا اجتهدت إن شاء الله هالمجهود يوصل حق الناس، وبالأول والأخير هذا التمثيل إذا أتقنته راح يقولوا لي برافو. صح، احنا كلنا نقول لك برافو بعدك، وتستحقين أن ترفع لك القبعة بعد على هذا الأداء الراقي اللي قدمتيه. طبعا تحياتنا حق يوسف المطيري حبيبنا اللي متواجد معنا في الاستديو، وكل الشباب الحلوين المصورين طبعا. انا بس ذاكر اسم سميرة العوضي، ان شاء الله بعد شوي الشباب اذكر اسمائهم واقولها. واذا في باقة ورد اكيد باقة ورد واصلتنا من جروب جدا متحد، اسمها من الاتحاد النوري الى اغلى نور بالدنيا، منيرة سدرة وسميرة صالح وغيداء ومنيرة ونورة، يعطيكم العافية ويعني فعلا تستحقين هذا الورد واكثر. تسلمين ما قصرت. انا فاطمه بنتحد معاهم بالضبط الى هذا الاتحاد النوري الخاص بنجمتنا وضيفتنا لليوم نور. نور، هم بالنسبه حق عملك مع جروب سهر الليل، هل هذا معناته ان انت دائما راح تشتغلين مع جروب المخرج محمد دحام الشمري كغيرك من الفنانين؟ احنا شايفين في الفتره الاخيره ان كل فنان ينتمي لجروب او شله خاصه فيه او مجموعه ودائما ما يشتغل الا معاها. لا أنا وجهة نظري تختلف شوي. أنا أحب العمل هو اللي يناديني مو نعم. الفرقة أو المجموعة نعم. إذا لقيت عمل ومناسب ويعني أكون مقتنعة فيه نعم. يتراوالي ما راح أرفضه أنا عشان إذا جروبي مو موجود، أو بالتالي إحنا كلنا زملاء وأكيد نعم. التنوع راح يفيدني صحيح. كل ما التقيت بممثلين زيادة، بمخرجين، بمنتجين، بمؤلفين، هذه خبرة راح أخذها. نعم. فأنا حابة هالشيء، يعني يهمني الدور. نعم، يعني هل نفهم من كلامك أن الفنانة نور ضد الشلالية الفنية اللي قاعد تظهر للأسف في الساحة الفنية اللي قاعد نشوفها في الفترة الأخيرة؟ أنا مو ضدها كثر ما أقول هذه هي مسألة اقتناع. نعم. يعني أنا ما أحب أن أكون مثلاً بصورة واحدة دائماً قطعة من هذا البازل من هذه الصورة. نعم. أبي أنوع،
التنويع يحتاج الجمهور. صح. وأنا قبل لا أكون فنانة أنا كنت واحدة من الجمهور وأحب التنوع يعني. نعم إن شاء الله تكونين دائما زهرة ملونة تتلون مع كل شخصية تقدمينها. طبعا ما شاء الله جمهورك وايد. بقول بشكل سريع الوفا طبعي نريمان من الأردن تسلم عليك وايد شوق، تقول مساكم الله بالخير، حلقاتكم دائما متنوعة ومنها للأعلى إن شاء الله. عندنا بعد تعليق من جذابة وعيوني غلابة، احنا شوية النكات هنا كلها على الوزن، تقول لك هل عندك مشاركات في مسرح الطفل؟ أيه. كانت عند نور المسرحية اللي كانت في العيد صح؟ أيه. نعم. بالضبط، وراح تنعرض بعيد الأضحى بقطر. نعم. قطر إن شاء الله أكيد. قصر العجائب. أيه. نعم قصر العجائب راح تكون انعرضت في الكويت في عيد الفطر، وإن شاء الله في عيد الأضحى راح تكون في قطر اللي ما شاف المسرحية. أيضا ميل العنزي تسلم عليك فاطمة. شكرا. وأيضا تقول لك جذاب وعيوني غلابة، أدوار الجميلة ومحترمة يا الفنانة نور. شكرا. الله يعطيك العافية. ايضا ورد البنفسة تسلم عليك، انا في تعليق من ساعة قريته وايد حلو ابي اصيده عشان اقرا لك اياه. صالح على ما تدور التعليق وتصيده ان شاء الله نلاقيه اكيد، لان كل تعليقات جمهورك يعني وايد حلوه واحنا جدا سعيدين بالتواصل معاهم، وحلو ان احنا نكون في رايكم شباب يعني حلقه توصل ما بين جمهورك وما بينك. نتكلم اكيد نور، كل فنانه اول ما تدخل المجال الفني يكون عندها طموح توصل له في مسيرتها الفنية، فهل حققتي هذا الطموح الفني؟ حققته لا، بس أنا ابتديت أول خطوة منه. نعم. يعني أحس أني ابتديت أول خطوة وإن شاء الله بحققها بالمستقبل. نعم إن شاء الله أكيد ناطرين كل أعمالك، وبما أنك مثل ما ذكرتي أنك تحضرين لأدوارك الفنية وتحضرين حتى اللكنة وتعيدين صياغة الحوار، أكيد راح يطلع منك كل ما هو مميز في أعمالك القادمة إن شاء الله. وحين معنا مداخلة هاتفية من أسيل لجين. لجين لجين العنزي حياك الله ويانا. الله يحييكم. الله يسلمك، جدا سعداء بسماع صوتك، شنو حابة تقولين؟ أنا اللي أسعد، أول شيء أحييكم، الله يسلمك برنامجكم، وأبي أقدم تحية للأخت نور معك، وأقول لها من هالأعلى يا رب. تسلمين حبيبتي حياك الله، الاتحاد النوري يسلمون عليك بعد قلبي واحدة واحدة بعد قلبي، الله لا يحرمني منكم. عجبش دورها في سهر الليل؟ وايد وايد وايد. بتشيتي معاها؟ اي لا البكي لازم. الله يسلمك، مش حابة تقولينا بعد اخت لجين؟ لا ان شاء الله مشكورة، ونشوفها بادوار احسن ان شاء الله، واحنا بعد نتمنى ان نشوفها في ادوار احلى واقوى. الفنانة الكبيرة حياة الفهد قالت عنك ان انت صاروخ الفن القادم، صحيح؟ اي فعلا هذا الشيء صار بسيدة البيت. نعم. في عدة مشاهد بيني وبينها، فمرة كنا قاعدين فحبت يعني انها تقول رايها فيني، وما قصرت طبعا ام سوزان، رايها خلاني استغني عن اي راي ثاني بصراحه. صح. فقالت لي طبعا سالتني اذا جديده او توني مقدمه اعمال جديده، فبعدين قالت لي عندك احساس قوي وكبير واتوقع لك مستقبل كبير، وانت صاروخ ما حد راح يقدر يوقفك، وهذه شهاده من ام سوزان طبعا تكفيني، لو عقبها اقعد بالبيت خلاص كافي. لا لا قاعدين كلنا ناطرين احنا جديدك اكيد. يعني يمكن الحين تكلمنا على الجانب الايجابي والدعم الكبير لمثل الفنانين الكبار، لفنانين مثل حضرتك وفنانين مبدعين اكيد يستاهلون هذه الاشاده. خلينا نتكلم على الجانب الثاني نور، الجانب السلبي. هل كان في بداية دخولك الوسط الفني في مضايقات أو انتقادات ضايقتك يعني شخصيا؟ لا والله أنا دخولي يعني كان سلس، وممكن ما لقيت أي مضايقات، بالعكس. نعم. يعني لقيت نفسي إن أنا من النوع اللي يمكن بحالي. نعم. فما عندي أي مضايقات، ما واجهتني أي مضايقات، بالعكس حسيت نفسي إني داشة بارتياح والكل متعاون معي، وخصوصا أول دور اشتغلت الكل وزميلاتي كلهم تعاونوا معي. نعم وإحنا نشهد وايد لما سألنا، فإن أنت وايد هادية في اللوكيشن والكل يحبك ما شاء الله نور. بعدين نور تنتمي لبرج الدلو. ايه؟ 6/2 تاريخ عيد ميلادها، كانت بخير مقدمة يعني. الله يسلمك. على 4 شهور، فاللي ينتمون لهذا البرج دائما يكونون هادين. صح. وراقين وما يحبون افتعال المشاكل، يعني يميلون نوعا ما الى السلام وكرمه بعد يكونون الدلو دائما. صح. فاحنا قاعد ننطر الشيء الكريم اللي قاعد تقدمينه من خلال الاعمال والادوار الحلوه اللي ترضين فيها كل جمهورك. اذا تذكرين اكبر انتقاد اثر عليك، الانتقاد وصل لك وايد ضايقك ولا لا؟ لا الصدق يعني انا
الحلو إنه اللي مستغربته أصلاً مو بس إنه حتى إذا في انتقاد الشخصية مثلاً اللي بساهر الليل غادة بالذات ما شفت عليها انتقاد، يعني كنت أقول ها لا باكر يمكن عقب باكر على أي عمل مثلاً ساهر الليل ايه. بس لاحظت إنه ما في أي انتقاد كان على الشخصية اللي قدمتها، ممكن شيء واحد إنه في ناس قالوا إني ما ضبطت اللكنة، وفي ناس قالوا أوفر كان دور الأم اللي سويتي، وهذا طبعا يمكن هذا الشيئين اللي قالوا عني بس أي انت... لا أبد بالعكس كل واحد يقول وجهة نظره صح. يعني أنا أشوف إنه في إجماع على إتقانك اللهجة هذا أول شغلة وما شفت إنه أوفر أنا شخصيا يعني هذا رأيي شخصي أوفر. لا بالعكس يعني وصلنا الإحساس القوي في أدائك في كثير من المشاهد، اللهجة كانت قلت لك في البداية إن حبيناها. بدام قاعد نتكلم على الانتقادات وعن الآراء خلينا نتكلم علاقتك في الصحافة، شلون علاقة نور في الصحافة الكويتية؟ والله علاقتي زينة يعني تمام يعني عندي علاقات بسيطة جدا وبين فترة والثانية يتواصلون معي إنه ينزلوا لي مثلا أخبار، علاقتي زينة يعني كمبتدئة وتوني داشة المجال زينة علاقتي تمام. نعم إن شاء الله تتم دائما زينة وجيدة بالصحافة، لأن بالنهاية أكيد الفنان يحتاج إلى الصحافة والدعم طبعا. الصحفي طبعا. وأيضا الصحافة تحتاج إلى الفنانين فإنها تكتب عنهم والجمهور يحب أنه يقرأ ويستمتع بالذي ينشر له من خلال الجرائد أو حتى اللقاءات. نبي نتكلم عن نكون صريحين وواقعين في أن أنت ما شاء الله حققتي نجومية عالية من خلال المسلسل سهر الليل، ما نبي نقول أنه وصلتي للقمة بشكل كامل ولكن حصلتي مكانة وايد عالية، فشلون تقدرين تحافظين على هذه المكانة الحين؟ يعني هي مسؤولية كبرت طبعا، والحين إذا كنت يعني أعمل حساب للدور مرة واحدة الحين أعمل 10 مرات يعني لازم أفكر بالدور، لازم أتقن الدور، لازم أعرف شنو اللي جاي، مو أي شيء راح يرضيني طبعا، لأن أنا الدور اللي طلعت فيه أول شيء مسلسل وطني يعتبر يعني هذا شرف لكل واحد شارك فيه، وثاني شيء عطاني هالنجومية هذه فيتراوالي وايد راح يكون التدقيق على الأدوار القادمة نعم. والاختيارات نعم. بدام تكلمت عن المسؤولية الوطنية في هذا المسلسل، شنو أكثر شيء خوفك غير المسؤولية الوطنية في دور أم فيصل؟ أم فيصل اللي خوفني ممكن كنت خايفة من المشاعر طبعا، وهو حتى إذا بتشوفين هالشيء بس المشاعر نفسها لما تحسين فيها تكون غير، فأنا كنت خايفة إن الدور دور أم وعيالها منكوبة باثنين يعني أسير وشهيد صح. فهذا الدور أنا معناته أعطوني وسام أني أنا قاعدة أدي دور أم أسير وأم شهيد صح. بالكويت يعني إذا ما أعطيهم حقهم لو 1% يعني أكون أنا طبعا خسرت وايد صح. ومن خلالكم بوجه تحية لكل أم أسير وكل كل أم شهيد نعم. أقول لها أنا اللي سويته نقطة بحر من مشاعركم وآسفة جدا إذا ما قدرت أوصل اللي داخلكم، لأن بس لا يحس بالجرح إلا حامله طبعا صح. فأنا حاولت يعني اللي أقدر عليه وهذا كان اللي مخوفني، والحمد لله ردود الفعل إنه كانت زينة إنه أديته بشكل زين. متقن ما شاء الله عليك، الله يحفظك إن شاء الله وننطر منك المزيد من خلال الأعمال الدرامية. التعليقات كثيرة رح نقراها لكم، بس أحلى تعليق شفته في التويتر SMSM صالح تقول Can't wait to see my princess نور. إن رأيكم شباب شفته البرنسس نور في رأيكم شباب، وراح نقول كل التعليقات إن شاء الله على الهواء متواصلين معاكم ومع مشاهدين الرأي وبرنامج رأيكم شباب. عندنا وايد أسئلة حقهم من بعد الفاصل نطرونا. بعد الفاصل رجعنا لكل أحباب رأيكم شباب، ورجعنا لكل محبين نجمة سهر الليل نور. رجعنا أكيد للحوار الحلو واليمعة الحلوة في رأيكم شباب معاك نور. نبي نتكلم عن الدور اللي مستحيل أنك تأدينا أو تمثلينا. ممكن الدور المستحيل أني أديه هو الدور اللي يسيء للمرأة عموما نعم. أي دور يسيء للمرأة مستحيل أني أسوي نعم. نعم هذا هو بس اللي يردني حلو.
راح نتكلم ايضا اكثر بمواضيع كثيره حول نور. احنا بصراحه يوم كثر الاسئله قاعد اكون يمين ويسار ما ادري شنو نسال عشان نخلص الاسئله. ولكن الحين معنا مخرج الروائع ومخرج ساهر الليل وطن النهار، هذا العمل الوطني اللي كلنا في الكويت نفتخر فيه واللي طلع الموهبه هم ما ننكر دوره طبعاً. من نور واحساسها المخرج المتميز محمد دحام الشمري، حياك الله معنا من خلال الراي ورايكم شباب. هلا فيك، حياكم الله حبيبي. الله يسلمك، احنا سعداء ان نسمع صوتك اليوم وتقول لنا كذي بصراحه. يعني نور معانا اليوم، شلون يعني اخترت نور تحديدا لهذا الدور خصوصا انها هي وجه جديد؟ والله انا اللي سعيد ترى حقيقه، يعني اشوف ان يعني نور ما شاء الله يعني الحين واصله ان هي تكون ضيفه كنجمه الناس تحبها على الهواء، وهذا دليل يعني الحمد لله نجاح هذه الموهبه اللي الناس حبتها. نعم. نور من الفنانات الحقيقه اللي هي هو اكتشاف او اعاده اكتشاف، لان هي طلعت مثلا في اعمال سابقه كانت في مع سيده نعم. الشاشه حياه الفهد في مسلسل سيده البيت، وطلعت في مسلسل اللي هو بين الماضي والحب كان نعم. بس يعني كانت في بداياتها يعني، لكن لما بدينا نشتغل على سهر الليل كانت هي شغاله معنا في مسلسل شارع 90 نعم. في شخصية ثانية مختلفة يعني بالمرة عن هذه الشخصية اللي قدمتها هني، شخصية امرأة سيدة أعمال لها مواصفات خاصة يعني تعاني من الوحدة وتعاني من يعني عندها كل شيء، المال والثروة وكل شيء، ولكن ما عندها قلب يحبها أو رجل يعني يوقف معها، فكان عندها يعني قضية ثانية حقيقة. أنا يعني شفتها هناك ذاك العمل بعد كان نعم. يعني شغل في الشركة عندنا في هارموني لإخراج جمعان رويعي. نعم. شفت فيها شيء يعني مختلف يعني عن الممثلات اللي قاعدين يشتغلون معايا من فترة حديدة يعني. نعم. يعني عندها حس ثاني مختلف مو موجود. حلو. أكدنا عليه في الشخصية اللي في سهر الليل ثلاثة، كنت أنا محتاج شخصية تكون امرأة عراقية زوجة شخص دبلوماسي، فبالضرورة نعم. هذه المرأة لازم تكون في مقاييس مثلاً العائلي او وسائل يعني المستوى الاجتماعي اللي هي تكون من شريحه يعني راقيه وغيره. نعم. فبالتالي اكيد تزوجت هذا الشخص بناء على علاقاته الدبلوماسيه، فهي بالضروره تكون يعني يا اما تكون ابنه دبلوماسي او غيره من شريحه معينه. نعم استاذ محمد. نعم استاذ محمد، يعني احنا في بدايه الحلقه الفنانه نور ذكرت لنا ان هي كانت متخوفه من دورها في سهر الليل وطن النهار تحديدا في دور ام فيصل، لكن حضرتك تقول ان اعطيتها الدعم والثقه، شو اللي خلاك تثق فيها بشكل كبير ان تقول لها لا تخافين انت راح تتقنين هذا الدور؟ يعني انا مثل ما كنت اقول لك انا شفت فيها هذا الشيء، عندها نور من الممثلات اللي عندها التزام كبير صراحه تجاه يعني عندها مسؤوليه تجاه اي عمل في الحياه، هي بشكل خاص كانسانه هي ملتزمه تجاه اشياءها وعندها مبادئ، فتشتغل ضمن حدود يعني الاخلاق والمعرفه، يعني هي اذا تبي تشتغل الشيء ما تشتغله بس لمجرد انك تشتغل، لا تجيده وتلتزم، فهذا الالتزام اللي داخلها وحبها لأن هي ممكن تسوي شيء، عندها ثقة في نفسها ولكن ما جربت الشيء بشكل واقعي. نعم. فلما اشتغلنا على الشخصية فعلا حسيت لقيت عندها الشيء، لقيت عندها الاستعداد، وبالتالي هي أيضا راحت اشتغلت على الشخصية على المفردات على اللهجة العراقية. نعم. راحت اسألت واشتغلت وطورت من نفسها في هذا الجانب، بالإضافة لأن هي دائما لما تكون موجودة باللوكيشن دائما حافظة مشاهدها مراجعتها متناقشة فيها، عارفة مود الشخصية طبيعة الشخصية وين رايحة تفاعلات الشخصية، فبالتالي لما اشتغلت أمام الكاميرا حتى أنا يعني علمتها أن هي ما لها شغل في الكاميرا، تتعامل مع الحالة مع الممثل مع الموقف اللي هي فيه، لا اتركي الكاميرا خليني أنا أقدر أخذك من الزاوية اللي أحس أنها هي تناسب هذا الشيء، وفعلا لقيتها هي متجاوبة وراحت من هالرهبة الحقيقة، حتى التعاون يعني الفنانين في اللوكيشن يعني تعاونوا معاها بشكل جميل، إنه فعلا اقبلوا ممثلة جديدة معاهم. نعم. تعاملوا معاها وحبوها وعطوها وعطتهم هي بالتالي وعطت حق الجمهور بعد، وحضرتك ساهمت أكيد بإطلاق موهبة فنية طبعًا. جديدة إلى الساحة الخليجية. نور مبين عليها الفرحة وتبي تقول لك كلام وايد. طبعا بقول لك استاذي انت لك فضل وايد كبير انك طلعت اذا في عندي احساس او موهبه او شيء عجب جمهوري، فالفضل لله ولك، واشكرك وايد على مداخلتك
وإن شاء الله يا رب نتعاون بمجالات ثانية إن شاء الله ومسلسلات قادمة إن شاء الله نسعد فيها الجمهور إن شاء الله. أستاذ محمد بس آخر سؤال في إن أهمية دخول الدماء الجديدة في المسلسل، هل تشوفها مجازفة أم ضرورة؟ لا بالعكس هو ضرورة الآن، يعني إحنا محتاجين في الوسط يعني ما يكون في تنويع يعني أو تجديد في في في, في الممثلين. يعني في كثير من الناس اللي شغالين داخل المهنة التمثيل وهذا طبيعي، يعني ساعات يحسون انه في منافسة وغيره، ولكن هذا مطلوب. يعني لازم الناس بعد ما عندها مشكلة اذا كان الممثل الجديد هذا متقن لدوره ويتعامل مع اشياء وتفاصيله والناس صدقت هذا الممثل في الشخصية اللي هو مأديها، صدقني خلاص راح يتجاوبون معاه ويعتبرونه خلاص واحد منهم وفيهم في العمل الجاي راح يقبلونه اكثر إن شاء الله. كمية الأعمال قاعدة تزيد، القصص قاعدة تزيد، فأكيد محتاجين ممثلين جيدين في المرحلة القادمة أكيد. إن شاء الله إن شاء الله نشوف نور دائما معاك من خلال أعمالك القادمة. إن شاء الله نور من الفنانات اللي أنا فعلا يعني أحب شغلها وشخصيتها هي الكل، يعني الحقيقة في اللوكيشن في الوقت الفني يعرفون شخصية نور وش كثر هي ملتزمة وش كثر هي جادة في شغلها وما تخلط يعني العلاقات الشخصية في العمل وعندها هدف هي رايحة له. إن شاء الله راح نشوفها في السنين القادمة راح تقدم، انا متاكد انها هي راح تحقق نجاحات اكبر وراح تحقق نجوميه ان شاء الله سريعه ان شاء الله. شكرا, شكرا جزيلا مخرجنا شكرا. المتميز محمد دحام الشمري على الكلام الحلو اللي قلته اليوم وشون انت طلعت نور بهذه الصوره الجميله من خلال سهر الليل. نعم يعني نور لو بنتكلم عن اصعب المشاهد، يعني انا دارسه تمثيل فايام الدراسه ساعات يعطونا مسرحيات وكذي في ادوار بعد ما اخلص المشهد اظل متقمصه الشخصيه ومضايقه، فدورج في مسلسل سهر الليل كان يعني تراجيدي ففي كثير من الحزن والدموع، فأصعب مشهد بالنسبة لك اللي ظليت بعد المشهد يمكن بكيت تأثرت فيه بشكل كبير؟ أنا تقريبا هو المسلسل من رابع حلقة ابتدت مأساة غادة. نعم. صح. اللي هي بالأسير الولد، فأنا كنت يعني من كثر ما أني حابة أني أتقن الدور كنت حتى وأنا حاطة راسي على المخدة أراجع النص اللي الباكر المشهد، فكنت وأنا أراجع يعني بصراحة دموعي تنزل وأنا على المخدة، يعني كان وايد مأثر فيني دور غادة. غادة إنسانة وايد انجرحت بحياتها وفي وايد أمهات مثلها، فكانت معاناتها إن هذه الإنسانة إذا تشعرين فيها عدل تحسين إن هي بكل النواحي كانت حزينة ما عندها بادرة أي أمل حق الفرح، فكنت وايد متأثرة بغادة وتمت معاي هذه الحالة لغاية ما خلصت التصوير عقبها بأسبوع أو عشرة أيام. أنا في عندي حزن داخل، نعم في عندي حزن كان من غادة وايد يعني. حلو، يمكن هذا الحزن والإحساس وصل لنا بشكل كبير ولكل اللي تابعوا المسلسل. مكملين في حوارنا مع نجمة سهر الليل نور من بعد الفاصل. رجعنا لكم يا عز الناس وتواصلكم ورفعنا الراس ومعنا ضيفتنا اللي ترفع الراس نور اللي متواصله معنا ومعاكم، وسوري انه ما قاعد اقدر اقرا كل التعليقات بس لانه ما في تايم، ولكن في معنا مداخله هاتفيه مثل سبرايز او مفاجاه حق ضيفتنا نور. فنور قولي الو. الو الو هلا والله. هلا 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 نور. هلا ابو فيصل. هلا بيك. اريد فيصل ابو فيصل. اي والله 30 حلقه واحده تدور ولدها تحن على زوجها. هلا والله فيك. انا من النوع اللي ما اتحمل بس هالمره دبلوماسي لازم اتحمل شوي. طبعا تحياتنا للفنان الكبير احمد السلمان، حياك الله معنا في الراي. الله يحفظكم ويعطيكم العافيه، بصراحه اختيار موفق للفنانه نور، يعني بصراحه يعني فنانه وجه جديد بس ما شاء الله يعني قوه حضور على الشاشه وقوه في الاداء ومعايشه للشخصيه صح يعني. نعم اي والله نعم. يعني استاذنا الكبير احمد السلمان حياك الله اكيد من خلال هذا الاتصال نبي يعني شلون شفت التعاون او الدور اللي اديته ابو فيصل مع ام فيصل، شلون شفت شلون كانت الاجواء عندكم في اللوكيشن في سهر الليل؟
والله أجواء ممتازة يعني، يعني مثل ما تقولين مع أن العمل كئيب يعني عارفة، ويجسد مرحلة صعبة الله لا يعودها علينا إن شاء الله. إن شاء الله. بس إحنا قبل لا ندش المشهد يعني كان في نوع من مثلا المرح والضحك وتلطيف الجو شوية قبل لا نسوي المشاهد. وطبعا أنا عندي أعتب عليها نور لأن يوم فنيان خلتني أشرب 97 مرة بالعافية على شنو؟ يوم الفنيان قهوة عالي بعد تكنولوجيا الحين ممكن ما يخلص يعني إعادة ذاتية تريد كيك بو فيصل؟ أقوى هي صحيح عميني بهالكيك والهلو مزعل عادة أدش مسلسل أنزل بهالمسلسل صعد وسب نور 7 كيلو إن شاء الله دائما هذه البسمة والضحكة اللي بين الفنانين والعلاقة اللي قاعد نشوفها الحين على أرض الواقع بين حضرتك أحمد السلمان وأيضا فنانتنا نور. شكرا جزيلا على هذا المداخلة وهذا البوش أو التشجيع لنجمتنا نور، وإن شاء الله تكون معنا ضيف أستاذ أحمد في الحلقات القادمة والأسابيع الجاية. اختيار موفق وصراحة يعني فنانة لها مستقبل كبير. تسلم يا أستاذي. تسلم. شكرا يا أستاذي. ألف عافية. بما نحن قاعد نتكلم عن المشاهد المأساوية، مشهد يعتبر من أقوى المشاهد في ساهر الليل، خلينا نشوفه. لا تبكين إذا جاء خبر موتي. رجعنا من بعد ما شفنا هالمشهد، يعني أنا للحين بصراحة وايد تأثرت. الله يرحم شهدائنا الأبرار إن شاء الله، لأن صعب فعلا هذا المشهد مو أي أحد الحين ترى إحنا بكيت فاضي إحنا أنا بتشنو الدمع. الله يرحم شهدائنا الأبرار لأن المشهد مشهد مؤثر يعني حتى تدمع عينك لما تشوفينه طبعًا. صح؟ طبعا يعطيك العافية بصراحة جد يعني الإحساس وصلتين إياه بشكل صادق دليل أنا يعني كنت أشوف الإعادات والحين شفت المشهد وكنا إحنا قاعدين منتجنا المقاطع هذه بالمونتاج كنت نفس الشيء وايد أتأثر. يعطيك ألف عافية الله بصراحة يعافيك. الله يعافيك حبيبتي، وهذا المشهد يأثر لأنه دائما تحط نفسك مكان أم هذا الشهيد أو أم الشهيدة والله يعينهم كلهم. نعم. ما أقول إلا إن الله يرحم شهدائنا إن شاء الله، والله يبعد عنا كل شيء مو زين ويحفظ الكويت وأهلها إن شاء الله من كل مكروه يا رب. اللهم آمين. اللهم التعليقات آمين. الحلوة حقك نعم. نور وايد مكملة معنا هنا. عندنا منيرة من السعودية تقول نور الدنيا نور الدنيا منورة الراي حبيبتي، الله يوفقك إن شاء الله ومن تميز لتميز. وصالح وفاطمة ما وصيكم على نوارتنا أكيد، ما يحتاج توصية إن شاء الله من أخلاقها وطيب أصلها. إحنا يعني ما مو قادرين نسألها أي سؤال يعني ما يكون سؤال حلو من قبلكم أو من قبلنا. تخيل أحمد مالالا وجه تحية، أحمد مالالا زميلنا في برنامج رايكم شباب، يقول مساء للضيوف الفنية بخلطة صالح الفكرية وابتسامة فاطمة السحرية. شكرا. ونور أبدعتي بمعنى الكلمة وأدت الدور بشكل يشد الانتباه، والله يوفقكم جميعا وصلوا لها سلامي. كان ودي يكون موجود بس لأنه عنده تصوير برا. مرتضى من السعودية يقول بصراحة أديتي بشكل حلو. نعم. وأتقنتي وهما صدقوا أن أنت صج عراقية بالشكل واللهجة، وبالتوفيق إلى الأوام، وهذا دليل. نعم. على نجاحك وإتقانك الدور. نعم أكيد أتقنت الدور بشكل كبير. إذا بنتكلم عن المشهد اللي شفناه قبل شوي وعن الباب، الباب كان له قصة أن نعاد المشهد كذا مرة. صح. بسبت الباب ليش؟ أنا عندي مشكلة أن الجباب عندي تطلع بس بداية الجبابة، عقبها يصير عندي بحة تروح الجباب. طبيعي هذا طبيعي. إيه؟ يعني أنا من النوع اللي ما أيبب، إذا يببت أيبب بس بالبداية، لازم أحد يلحقني عاد بالجباب عشان يضبط. فكانت عندي مشكلة أن المشهد مكتوب أن إيه تيبب. فأنا كانت عندي الانطلاقة مع الجبابة وعقبها يصير سايلنت عندي ما في صوت بحة. صح. فأضطر أني أخذ نسمي بالبتشي عشان أخذ النسم عشان أطلق مرة ثانية جبابة ثانية. وهذا ممكن اللي يساعد المشهد، وهو طبعا طول معانا اللي طلع منه شوي من الجباب، بس هو هذه كانت مشكلتي أن أنا ما أقدر أقول جبابة كاملة. نعم. بس حلوة البحة، أنا حبيتها في اللي يعني مثل الغصة، عطت الغصة بالضبط. هي عطت الغصة البحة لأن عموما هي البحة تدل شوي على حزن، تطلع الحزن الزيادة، فهذا ممكن صوتي بعد خدم الدور.
نعم, نعم طبعا ان شاء الله حياتك تكون كلها يباب. تسلم ان شاء الله وجودكم وان شاء الله تكون دائما كلها سعاده وفرحه ان شاء الله يا رب. يعني اكيد للصحافه دور في مسيره اي فنان, فعلشان كذي احنا معنا هذا الاتصال من الصحفي نايف الشمري. نايف الشمري اكيد معنا عبر الهاتف. مساك الله بالخير. مساء النور اختي فاطمه. طبعا احييكم طاقم رايكم شباب انت واخوي صالح والاعداد والمخرجين على الاستضافه الحلوه اليوم في الفنانه. احنا وايد حبيناها برمضان الفنانه نور. مساها الله بالخير. هلا والله مساك النور. طبعا انا شهادتي مجروحه بنور. هي كفنانه شابه وبدت طريقها يعني بالسنتين الاخيرتين, يعني قاعد اشوف فيها اشياء ما شفناها فنانين يعني وفنانات صار لهم باع طويل بالمجال الفني. ايضا احيي بنور, يعني في شغله انا التفتت نظري فيها حاب اني اقولها اليوم على الهواء. من خلال مهرجاننا المميز برمضان اللي سويته السنه انا والشيخ دعي, نعم ساعات نواجه غيره وحقد بين الفنانين لما ندعوهم وكذي ما يحبون يجون الا يكونون هم مكرمين, يعني ما يحبون يجون يشاركون غيرهم بالفرح من الفنانين. نور انا لمست فيها لما دقينا ودعيناها انها تحضر المهرجان, يعني كنت اتوقع يمكن انها تقول لا ليش ما انا فايزه فانا ما راح اجي, ايش معنى فوزت وريم رحمه, ايش معنى هيعت السلام, ايش معنى الهام الفضاله شيء, يعني انا كنت اتوقع انه يطلع حكي من فنان شيء. بس انا انصدمت ان نور وايد روحها رياضيه, وايد يعني فني المره, وايد نظيفه من داخلها, تحب الخير حق زميلات الفنانات, ويت حفلنا ودعدت وحضرت لاخر شيء وكانت في قمه السعاده وصعدت ويانا على الستيج وشاركت ربعها الفنانين جروب سهر الليل بالتكريم. صحيح. يعني كانت وايد متعاونه. انا انصدمت. تسلم. نعم. تسلم. زين نايف ما حد قال ايش معنى فاطمه ولا قال سر سر انا قاعد اخبر بس حبيبي فاطمه نجمه, يعني انها فاطمه نجمه. تسلم شهاده احتس فيها اكيد مو مجامله. الله يسلمك. نعم. حبيبي نايف الشمري يعطيك الف عافيه على هذا الراي الصحفي, وان احنا خذينا منك هذه المداخله الهاتفيه. مشكور وايد والله مشكور وما قصرت على هالمداخله وعلى هالحكي الحلو. نعم, نعم. نور وين تشوفين نفسك بعد 10 سنين لو كذي اطلقنا لخيالنا العنان, وين تشوفين نفسك؟ والله اعتقد ان اكون يعني في الاشياء اللي انا حابه اني اسويها بالمستقبل اكون على الاقل حققت نصها او ثلاث ارباعها. ما ادري شنو المستقبل ولا اقدر افتي بالمستقبل, بس اتمنى اني اسوي اللي اقدر عليه عشان يكون المستقبل احلى بالنسبه لي ان شاء الله. نعم ان شاء الله اكيد المستقبل راح يكون حلو لك ولجمهورك اللي ناطر هذا المستقبل وهذه الاعمال الحلوه. اذا بنتكلم عن اهميه الجمال لاي فنانه تدخل في المجال الفني, هل الجمال مهم جدا للفنانه؟ لا ما اعتقد. نعم. اعتقد الفن هو فن وهو مو جمال, لأن في فنانات وايد برزوا وثبتوا وجودهم وهم مو جميلات. صحيح. هم جمالهم عادي أو مقبول أو حلو أو مرتب. صح. أهم شيء إن الإنسان ما يسوي الأشياء اللي تبين شخصيته مثلاً مو حلوة. كل إنسان حلو بطبيعته, ما في إنسان مو جميل. نعم. كل إنسان جميل, والجميل من داخل راح يطلع على شكله مهما يكون هو شكله. فأنا أقول إن الاهتمام بالشخصية اللي تطلعها الوحدة, الاهتمام بالدور, الاهتمام باللي تبي تسويه, هو أفضل من اهتمامها بشكلها. يعني الشكل اللي تراوالي ما يحكم الجمهور على الشكل. نعم, وأنتي جميلة روحا. تسلم. وشكلا. صح. وإن شاء الله دائما تكونين جميلة بعيون محبينك وعشاقك. رايكم أس لتويتر مريومة تقول لك بليز قول حق نور إنها صارت ينينين وهي وايد تحبك, وآسف عن أي تعليق ما قريته من خلال التويتر أو من خلال الفيسبوك, لأن إحنا وصلنا للختام يا أحلى نور. الله اليوم من خلال الرأي وبرنامج رأيكم شباب, وعد توعدين في جمهورك شنو؟ أوعدهم أن أقدم لهم كل شيء حلو. نعم. كل شيء يكون يفتخرون فيه, ما يقولون أن نور. نعم. قدمت شيء مو حلو. نعم حلو. دائما الوقت الحلو يمر بسرعة, وقتنا كان مع أميرتنا نور وايد حلو. سلمين. شكرا على حضورك لرايكم شباب. شكرا. نورتينا, وشكرا اللي تابعونا, وشكرا للاتحاد النوري. صحيح. يعطيكم ألف عافية. نطرونا في حلقات جاية ومفاجآت. نعم. في رايكم شباب.
صح. وانا اشكر خالد التوره والعوضي جروب العوضي احمد وسمير المتواجدين معنا ويوسف المطيري وكل الشباب الحلوين. الوقت بسرعه الحلو يخلص. اللي طافت الحلقه شوفوها باكر الساعه 8 الصبح. مع السلامه. مع السلامه.